الصينيه لحد الان ما رجعهم ولا واحد، واحنا نطالب بالحكومه الجديده ان ترجعنا الى مكاننا. ما نعرف بيوتنا، احنا تهجرنا من 2014 في شهر السادس ولحد الساعه ما راجعين. ونطالب الحكومه ان ترجعنا الى مكاننا وتعاوضنا وتحسب حسابنا. يعني ما صادين علينا نهائيا ولا مفكرين بينا احنا مواطنين عراقيين. لازم الحكومه تصد علينا وتحسب حسابنا، تجي تزورنا وترجعنا الى مكاننا. هسه التعويض همين اذا ما يريد يطلبنا ما يريد تعويض، بس يسمحون لنا نرد على ديارنا. ديارنا لحد الان ما خلانا نرجع عليها. هاي شوف شوف حالنا، وعندنا نفوط، وعندنا هل يجي من الخير الدوله هاي هي توزع لنا، الحمد لله. وشو من المنظمات، فاحنا هسه اكثر شيء نريد رده. الى متى نظل؟ خلنا نظل لنا بعشر سنوات. النتيجه شنو؟ اول وتالي نرجع على ديارنا، بس الديار ما خلونا نرجع عليها. ونطالب من الحكومه الجديده ان شاء الله تحسب حسابنا وتصد علينا وتنظر نظرتنا علينا. الحين عندنا مشكله المدرسين، ماكو كادر تدريسي، ماكو كتب، ماكو كل شيء، ماكو. هسه يعني حولونا على المنظمات، اليوم راح ندرس بها، ما تدريس ماكو بها، اكثر شيء العربي الانجليزي، البقيه المواد الرياضيات كيمياء فيزياء ماكو مدرسين، ماكو شعب، ماكو. احنا طلاب كثيرين والله، يعني ماكو تدريس، يعني ما راح ننجح تدريس، ماكو. الاداره قدمت لنا كتب دفاتر جنات قرطاسيه. يابا احنا هسه عانا ملينا من الخيام، بس ما عندنا ما لنا شهر نطلع منها، ما وين نروح؟ لا شغله لا عمله، لا قالها عندنا هناك مستد، نقول والله نروح لراتب نستلم من نعيش قادي، ماكو والله لا راتب يا ابويا. الحكومه ريدها مدحج علينا، ساعدنا تعوضنا، البيت واجيع. هسه السياره ما عندنا والله، حايرين بيوتنا وقعت، ما نقدر نروح عليها والله، واجع العالم منتهيه. الحكومة حقها مترعى الناس، عايشين احنا بالمخيم هالاستعانة، قالها زينا حالتنا، ساعدونا الحكومة هنا، وقالها انطونا مواد، بس تستع والله انقطعت. العالم هسه تشتغل عمالة، وهم هذا قال حتى ما يخلونا نطلع اليقاعد يشتغلون ولدنا. والله البارحة يعاني معنا من الليل من الهواء والعجاج، ومطر هم معاه، والله العالم هالكانة. لا والله. اي والله. هسه بيناتنا الحبايب قاعد كل النهار يريد شنو؟ نريد ديرتنا ونريد ديرتنا، وتعال رددنا هناك ونروح نقعد شنو ناكل. احنا زاد القالها ريدة تدعونا بس تعوضنا الحكومه علش القالها الخيام دي، عوضهم كل واحد القالها انطيها لها التنطون، وخلى العالم تطلع على ديارها. احنا نريد نرجع على ديارنا، خما نظل بالمخيم، ولا ما قصروا وسلمونا وانطونا ودفونا وكل شيء انطونا، بس نريد نرد على بيوتنا، يعوضونا تا نرجع، حتى نبني بيوتنا لحد سقف وحل، ما نريد كل شيء. يعوضونا ينطونا لكل خيمه 250 اقل ما يمكن، ما نريد اكثر، بس نحط سقفيه لبيوتنا ونرجع. ماكو، هذا اللي نريده. خما نظل احنا سنه سنتين ثلاثه مهجرين هنا. ما ادري غير هذا. وين نروح؟ هناك ما فاتحين مدارس بقرايه، انا قريه ندرس جهالنا، بيوتنا مفلشه. نرجع على بيوتنا هسه عندنا موسم شتاء، نقوم نعمر؟ ما نقدر نعمر، وفلس ما عندنا، كل شيء ما عندنا. المنظمات جاي تسلمنا هسه عين الطحينه والزيت والشين، عايشين بيه. ما رجعتوا على تعويضات؟ لا 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 ما رجعنا، ماكو منظمه تجي تقول اي والله كريم وهذه شيء. من الحكومة عدت شنو؟ لا لا ماكم حكومة، ما شفنا حكومة، أي شيء ما شفنا. طرق الخيرين المنظمات تتجه هذه هي على تسليم المخيم اللي يجي. والله عايشين من الله شارة. نروح بيوتنا مهجمه، نروح نقعد بهالشتاء.
وهي أنا أسهل أروح من غادي، يعني عايشين هي أنا أحسن من نروح من غادي نار. هي أنا مساعدات تجينا من المنظمات، مي موجود، كهرب موجود، وسلة غذائية تجينا. أروح غادي بالقرآن شن ناكل شن نشرب، شغل ماكو، أمان هم ماكو، والله وهذا اللي مخلينا هنا. والدولة ما عوضتنا. أنا مسوي معاملة، إحنا من 11 من 6/11/2017 إحنا بالمخيم مسوي معاملة مال تعويض. ذاك اليوم رحت راجعت دائرة التعويض يجيني الاثنين خمسة مناطق انهجمت. معدلة بيوتنا كلها قاع. أروح نقعد بهالشول، هم لو ينطونا خيمة أروح نقعد غادي. وهذا اللي مخلينا بالمخيم، ويقولوا لي ايش ضارين بالمخيم؟ ماكو ذاك التدريس. يعني طلاب كثيرة ومكان ماكو مكان يسعى الطلاب. يعني ثلاث أيام يداوم الطالب بأسبوع وثلاث أيام ما يداوم، فالساعة بصف ثالث ابتدائي ما أعرف يكتب اسمه. هذه حالة يا أخوي. وين كانت قبل بصف ثالث يقرأ ويكتب ويعرف كل شيء. واسع هنا كتب ناقصة، وهي بالمدرسة جينا عين على المخيم ماكو تدريس مضبوط، وبنوبة يعني التدريس ماكو نهائيًا. هسع هنا البارحة نظ دوام نظهاري ما انطونا بس درسين، من 12 للخمسة ما انطونا بس درسين. كثرة الطلاب وكثير الطلاب، شعبة تفت عليها ما بيها 40 طالب، والله طلاب كثيرين وما نستوعب الدرس، والله ما طولا تعويضات والبيوت مفلشة، وهنا سعى مدارس ماكو، والله نطالب ينطون تعويضات ونرجع لمناطقنا. احنا الطلاب الثالث متوسط، احنا مصيرنا مجهول، احنا الشباب يعني العام رسبنا تدريس ماكو، شيء ماكو، يعني مستقبلي وين؟ ما عندنا مستقبل. احنا البارحه كنا بالدرس يجينا ابو الجغرافيا درسنا رياضيات، شاف المنهج مال الرياضيات يقول هذا مو رياضيات، يقول ها شنو ما كتابه ما يفتهم عليها، هذا مو حل. هذا اريد اشوف الحكومه شيء، ما حد جانا، ما شفنا حل. احنا شباب مصيرنا وين يعني؟ مجهول، ما عندنا مصير اصلا. كتب ماكو، قرطاسيه ماكو، ما شفنا شيء من الحكومه تعويضات او شيء. هسه نريد نرجع على بيوتنا، ما حد قدم لنا لا تعويض لا شيء، ما اذا لا حد يشوفنا لا حد. بس وقت انتخابات صارت انتخابات جو المسؤولين، من راحت انتخابات ما شفنا حد. خلف الله على المنظمات دع تساعدنا ماكو دعم، بس من المنظمات دعم حكومي ماكو. نطالب يعوضونا، احنا صف ثالث، ثلاث الشعب ما يكفلنا، الطلاب بس ساحة ماكو، يعني مكان نقعد بيه ماكوش، كادر تدريسي ناقص كادر تدريسي. والله احنا معاناتنا هنا قاعدين بقونية هنا وطايرين ورانا الناس طايره ورانا، فتطلع برا يقول لك انت داعشي، واحنا وين داعش؟ احنا لو ما مهجمه بيوتنا ما جينا قعدنا هنا، ويعني حد جاي يمسون كرامتنا، الناس جاي خارج تمسك كرامتنا، فانت تقول لك من المخيم يعني سمعتك هذا هو، واحنا ولد عرب وناس مأصله ومفصله، والله معاناتنا كثير يعني. وجاء الموسم هذا المطر يعني نوبه المي يريد يفوت على الخيمه، هذا الوحل وال فهاي يعني معارضنا اكثر شيء. ليش ما رجعتوا مناطقكم لحد الان؟ والله ماكو امان ماكو بنوبه، يعني انا منطقتي ورا الحضر، يعني ما جزيره ما حد يقدر يسكن بها، لا راتب لا مصرف، وانا يمكن 8 سنين يعني 4 سنين داومت من الموصل، ولا رجعنا العبادي ولا شيء، وظلينا على الحال. هسه وين نروح؟ وين نطوج يعني؟ يعني نروح الحضر انا هسه شو اسوي بالحضر؟ يعني هسه عايشين على المنظمات، على الوجبة الشهرية نبيعها وناكل.
والله يا اخي ما مناطقنا تعرف اللي بيته مدمر واللي اكثرها مدمره بيوت يعني كامله، يعني شلون يرجع؟ بالله بي طريق يرجع. يعني بس انا اوجه سؤال للمسؤولين، يعني عتبنا حنا على كل مسؤول بهالحكومه، يعني ليش ما حد يجي يشوف شنو المعاناه داخل المخيم؟ باي اساس؟ يعني شنو ما حنا بشر؟ يا قله مواد عندنا. انا اوجه هذا سؤالي الى وزير الهجره، خلي يجي يشوف المخيمات، خلي يشوف ضعف، يعني لا مواد، لا يعني ضعيفه، لا راتب، لا يعني شلون البشر يعيش؟ باي طريق يعيش؟ خلي يسالون انفسهم، لا يسالون احنا اللي دايحين بمخيمات. وجه كلامي كل مسؤول بهالحكومه هذه اذا عنده غيره، لاننا احنا وصلنا درجه صفر. بالله عليكم اسالهم سعال، بالله عليهم لو هم يجون يسكنون هذا يسكنون هالدرجه، ليش يعني ما يرجعون لمناطقنا؟ يرجعون مناطقنا يشوفون اللي دارهم هدمه، يروحون يعملون وين اعمار الموصل؟ وين اعمار هذه؟ نسالهم سعال لكل الحكومه، ما بوعد واحد عن واحد. يعني انا ما اعرف ايش اسولف انه، والله ما اعرف اسولف. بحر، انظر هالاطفال، خلي ينظرون يعني داشري، يعني خوف الله، واحد يخاف الله. يا اخي شنو؟ يعني احنا ما احنا بشر؟ يعني كل فتره يجيبون لنا كرتون هذا، خلي مساعدات. انا ادعو يعني جميع المنظمات الانسانيه العالميه ان يعني هذا اوجهه للعالم، ان يجون يشوفون معاناتنا. والله مخيم لو تجيه الحين اكثر قديم، يعني اكلم جتنا العاصفه هذه، والله العظيم ارتعت من رفيعه. اطفالنا يعني ايش اقول لك؟ ما ادري ايش اسولف، ما ادري ايش احكي. اطفال يعني دراسه ضعيفه، ماكو يعني لا احد ماكو ذاك الدراسه، شلون يدرس؟ بس قول لي لو صار فقر ونقر باي طريقه يدرس؟ لو صار مصلخ ملابس ما عنده باي طريقه يدرس؟ انا اوجه من كلامي كل يعني على شنو؟ يا اخي درجه الصفر ترى وصلنا، يعني نرجو يعني من كل بشر ان عنده غيره وهذه يجي يشوفون معاناتنا بمخيم. والله يعني ما ولا عيش ولا مي نستانك يحطون ولا ينطون حطة دائية ولا ينطون كل شيء ولا ينطون مي نستانك يحطون تانكر وينهزم يروح، وين عيش ظروف لو جريت محرر رحت يعني ما ظلت يعني شهر رحت على دريتنا أو ودائية ماكو عيادة لحمة ماكو، هذا ينطيك تانكي وينطيك شي ينطيك والله ما يشتغل، هذا يروح جدع يجي يطردنا ويقول لنا روح يلا. السلام على اخوي، يا هلا وسهلا. والله تسع شوفون يعني وضعيتنا يعني وضعيه يعني البيت مفلش وما راجع عليه، اكو الناس يرجع البيت وما يلقى كل شيء، احنا نسال اليوم يعطونا منحه باكر يعطونا منحه احنا راجعين لمكاناتنا، بس اريد شيء يرجعنا. والله يا اكثر الناس هاي الموجوده هنا فلا عنده عشاء الليله ولا يقدر يرجع، كروت سياره ما عنده. احكي لكم الواقع يا ترى عايشين على هذه ايادة الرحمه واللي يعطونا اياه الكرتون وهذه، ونطلب من عندهم ينظرون لنا ونظره خاصه والمناطق التي يعني صار عليها مثل الانبار وغير الانبار، هاي المناطق هذه نريدهم ان يديرون بالهم علينا، لان احنا سنين معدده تاذينا بسبب الشغلات هذه ونزوحنا اللي جاي وكذا، هذا احنا اللي نريدها من عندهم. زين اليوم جاكم موسم شتاء شو راح؟ والله جانا موسم شتاء بالخير ما تشوفونه، ينطونا جيليكان غاز وهذا الشهر كامل هسه انا قاعدين على الشوله وقاعدين على الشوله وبخيمه والله هي اليوم انا بالناس بالليل برد الثاني، لان تعرف انت الوضع هنا بارد، هذا الخيمه ما تسند، يعني لولا ما احنا بحاله يعني ان لو نقدر نعيش غادي والله رجعنا، بس يا اخي بيتك كذا ترجع عليه تلقاه مهدم او تلقاه ما عندك غرض، مال كم سنه احنا اسسنا والله كلها راحت، راحت سيارته وراحت غنمه ما ظل عندنا كل شيء. شنو السبب؟ السبب خير نزوحنا وقت النزوح.
هو سبب النزوح مالنا، يعني رجعنا على بيوتنا والله ما لقينا منها كل شيء. أنا صار لي سنتين بالمخيم عايشين الحمد لله على المناسبات وكذا، بس شنو الشغلة؟ أريد نرجع لبيوتنا. إحنا بالحويجة صار لي 25 سنة بالحويجة، إحنا أكثر من تقريبا 1000 عائلة بالمخيم، كل ما نقدم استمارة يرجعونا. ليش؟ من مخمور، مخمور قراش، فيرجعونا للاستمارة مالتنا. ولا احنا من ناحيه المساعدات شنو السبب؟ يعني السبب يقولون انتم مخمور قراش ترجعون ها على مود قراش. ليش قراش؟ ما نعرف شنو الشغله. يعني كل ما نقدم استماره يرجعوننا. هنا اللي عنده راتب عايش، والما عنده على المساعدات. انا كان عندي بسطيه بالجدعان، من صارت شغله قياره رجعونا. ليش؟ يقول لك انت ما زال بالمخيم ترجع، ما زال مو من الجدعه عايش بالمخيم ترجع. ليش؟ يقول لك والله هذا هو، يعني صارت شبهة على المخيم، وأنا طالب على مود الشغل الرجعة. احنا من قلت لك بالحويجة أكثر من 1000 بيتي، أنا قلت لك ساكنين بالمخيم، كل ما نقدم استمارة والله أنتم من مخمور، يا أبو هذا من مخمور، كل ما نقدم استمارة رجعونا. يقول بس اللي نفوسه كركوك، احنا نفوسنا مخمور. شنو السبب ما نعرف. احنا جانا موسم شتاء والله الباحه من جتنا عاصفه داخلين انذار، يعني ما شو اقول لك، يطب المي علينا، بس شو نسوي؟ لا حول ولا قوه. وعايشين يعني الحمد لله، قلت لك بس شنو الدرج؟ والله مدرسه ضعيفه ما اقول لك، يعني اكو مدرسه بس ماكو ذاك مثل ما تقول ايه الدراسه. المشكلة بالمخيمات، احنا نريد نرجع بس بيوتنا مهدمة، مناطقنا مو أمينة، جزيرة تعرفون انتو جزيرة واختراقات أمنية، فعندي طالب أن يأمنوها حتى نرجع. احنا إلا شو معيشنا بهالضيم، ضيم ومرار وكل شيء، يعني شو خطر على بالك؟ كل شيء. مخيم هو خيمة، يعني هي بيت، هي مطبخ، هي غرفة، هي كل شيء. ف يعني كأنما عايش كوخ صغير، كوخ صغير تتحمله شهر شهرين، فما تتحملوا أكثر من 3 سنين. ها صار لنا سنتين وبدينا بالثالثة، فعاد نطالب الحكومة أن يأمنوا مناطقنا حتى نرجع إلى مناطقنا. كاف يعني إحنا نازحين وأي شيء تهامات تتجبر رسم المخيم. المدارس أسولف لك عن المدارس. أنا بشخصيتي أنا صف 3 متوسط، حاول السنة جيت المخيم حاولت أنجح سنة، فما بالمخيم وخيمة ولا تقدر تدرس، لا تقدر يعني كل شيء ما تقدر تسويه، فما تقدر تحكم عقلك. بطلت حاليا، بطلت اني احاول ارجع اني ادرس مدرسه رسميه. هاي مدرسه المخيم لا والله مو رسميه، والله مصيري مجهول 100%. حسين عمل حتى عمل، اولا عمل بالمخيم ما تقدر تطلع على اي مكان يقول لك انت بالمخيم، سيطرات يقول لك انت بالمخيم. شنو ذنبه بالمخيم؟ بالمخيم لو ما مجبور ما يقعد بالمخيم، مجبور وقاعد بالمخيم. لو ما مجبور شو مقعد بالمخيم؟ والله انا جيت هناك ديرتي ملك، فزين ذل والله ذل. والله اول شيء احنا حالتنا تعبان وما رجعنا، صار لنا سنتين نازحين. والمساعدات في البدايه والله حيل زينه كانت، بس نوبات شويه تعاق نوبات. وعندي ذول اثنين والله مرضى ما لهم علاج الا بالخارج، وش قد تجينا منظمات والله يسجلون وما شفنا شيء لحد الان، بس ما لهم علاج هنا يعني. ايه واحنا حالتنا ضعيفه ما نقدر نعالجهم يعني، ولا اقدر ارجع على مكاني. وصار لي 4 سنين وديهم على الاطباء وبلا فائده. شو طالب؟ طالب منو؟ والله طالب الجهات المسؤوله يعني، بان يقدمون لنا حل لهذول يعني قدر الامكان. زين هذول بس اطفالك هنا اكو حالتهم يشلوا؟ اكو عده اطفال. والله المخيم مليان يعني، اكو يعني حالات مو بس اطفال يعني. اللي اعرفه بس ان هذول الاطفال يعني يعانون معاناه شديده يعني، وعمر ما الواحد 5 سنين عندهم تشوه خلقي وتقزم. Yeah.
والله احنا هين معاناتنا يعني معاناه على يعني خصوصا فصل الشتاء جانا سعينا، الغاز عندنا قليل، يعني المساعدات ماكو، خيم مشققه، يعني اي صيانه على الخيم ماكو. وبعدين احنا هم الناشد الحكومه الجديده والسيد رئيس البرلمان والسيد السادة أعضاء البرلمان أن شوية نظرون علينا إحنا نظرة كالشرطة المفصلين اللي مفصلين من 2014 زين إحنا شنو ذنبنا؟ إحنا سوينا اللي عنده خدمة 10 سنين اللي عنده خدمة 15 سنة يعني هسه عينه ذاك اليوم إجى رئيس البرلمان وزير الداخلية أنطى عفو 4000 منتسب يرجعون هذا اليوم صار شهر كل شيء ما شفنا ولا حد دز علينا كلنا أصحاب عوائل أنا عندي 10 نفرات أنا مفصول من 2014 ولحد الآن ما يجيني دخل له درهم وعندي مرضى. شلون عايش بالمخيم؟ والله عايش على حسابي، شلون عايش؟ لا شغلة لا عملة يعني نطلع شنو نطلع نشتغل لجد على مرات نشتغل مرات ما نشتغل وهذا العيشة اللي عايشينه، فالناشد الحكومة الجديدة والناشد كل 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 خير أن ينظر نظرة عفوية للشرطة المفصولين الذين ضحوا ما ضحوا، الشرطة كان بال 2008 وبال 2007 المدني ما يقف معاه، أبى التاكسي ما يشيله، ما حد ينطي حرمة وهسه عينه مفصول وما يرجع للخدمة. وضعنا يعني حالة يرثى لها. والله احنا اللي انا اسولف لك اني منتسب وبيتي مدمر. والقرية مالنا اللي هي قرية اشوة 90% مدمرة. ليش ماكو؟ ما حد زارها ولا حد وصلها ولا حد انطانا تعويضات. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مدرسة المخيم الجدعة. إحنا عندنا بثالث متوسط كادر قليل، مدرسين ما عندنا وإحنا معاناة. يعني بكر التربية يشوفونا مدرسين هسه قاعد يجونا من المدرج بس محاضرين. يعني بالمدرسة ما عندنا مدرسين. هن 5 دروس يدرسونا بس درسين فقط، مدرسين ماكو. فإحنا ناشد التربية أن يلقونا حل المدرسين وحالتنا تعبانة هنا إحنا، مدرسين ما عندنا. وكتب ماكو، كتب قليلة هسه إحنا كتب ما عندنا بس استلمنا إسلامية. وكيمياء ورياضيات يعني الكتب ماكو والناشد من التربية أن يجيبوننا كتب ويجيبوننا ملازم كطالب يقدر يدرس عليها وإحنا مدارس ماكو يعني لازم يجي المدرس يدرسها طالب يستوعب فالمدرسة هي ضعيفة عندنا حيل إلا كادر فإحنا إذا مو كادر ما راح نقدر ندرس مصيرنا والله إحنا شعبتين يعني لو طوب على الشعبتين مقبطة وأنا قاعد برحلة والرحلة هي رحلة طالب واحد الرحلة أنا وياه قاعدين أنا وشخصين اثنين بيها والكادر ضعيف مدرسين ضعيف ومدرسة يعني لو تروح عليها كثيرة طلاب كثيرين حيل يعني ما ينعدون وإحنا المفروض يعني نتحول 4 شعب وإحنا مسوينا شعبتين فبلش يسوون شعبتين إنه طالب يقدر يشوف مكانه يقدر يستوعب للمدرس اللي يجي يشرح له. زين ليش ما رجعتوا مناطقكم؟ ما بيها مدارس؟ احنا مناطقنا ما نرجع، احنا تخرج ناسينا مخمور اربيل. فلازم المحافظ ما يوقع على الكتاب ما نادوب نرجع، احنا ناسينا تقرا مخمور اربيل. فهو المفروض يوقع على كتبنا تا نرجع، والله بيوتنا عامره كل شيء ما عندنا ومدارسنا موجوده بالحويجه. بس نسال المحافظ ان شاء الله يوقع على كتبنا ونرجع، واحنا ما عندنا شيء، ناس ما عندنا شيء. يعني اكو ناس عندهم شيء وراجعين عوائلهم واهلهم راجعين بالحويجه اهل دياله راجعين بالحويجه يعني بس احنا مخمور اربيل ما نرجع الحويجه ليش هيك يعني غير المفروض تشوفونا حياه غير المفروض احنا ناس ما عندنا شيء وتشهد علينا المختار تشهد علينا المنطقه ناس يزكونا كل الزكينه وعندنا شرطه وعندنا منتسبين وما يرجعونا وبيوتنا عامره فنسال ان شاء الله او يوقعون على كتابنا تا نرجع على الحويجه احنا بالنسبه لمعاناتنا يعني معاناتنا بيوتنا احنا مهجرين وبيوتنا كلها ممسوحه لا دوله تعوضنا ولا اكو شيء جاي يعوضنا لان الدوله ملتهيه هسه بالحكومه الجديده وما حد ببالنا يعني على الحكومه الجديده تريد تعوضنا حتى نرجع الى ديارنا او تعويض او تعمر لنا المسكن مالنا فاحنا ساكتين صار لنا سنه ونص سنتين الا شويه ايه فاحنا على الدوله الجديده يكون تعاني هاي المخيمات تعاني تريد ترجع الى ديارها ولكن تعويض ماكو
تعويض ماكو. فاللي يرجع هسه لا اكو خدمات، لا اكو بيوت، لا اكو يعني امان ماكو، الوضعيه الامنيه ماكو. من تريد ترجع هسه وضع الامني ما موجود، فاحنا نبقى مجبورين نبقى بالمخيم يعني حاليا. ولكن احنا لو ايش قد نبقى بالمخيمات اذا ما تعوضنا الدوله هاي ما تفيد. احنا نريد تعويض من الدوله يطلع بهم من البرلمانيين او رئيس الوزراء الجديد يضحك على هالعالم هذه، يضحك كشف يطلعون على المخيمات، يطلع ابو وزير الهجره والمهجرين يشوف هاي العالم النكبت، البيت راح، امالنا راحت، يعني على الاقل لازم يعوضونا بشيء فرد ماده حتى واحد يقدر يكون نفسه. صار لنا سنتين نازحين هنا، السبب عدم رجوعنا. المسؤولين يقولوا ليش ما ترجعون، مناطقنا مهدم، مناطقنا مخرب، احنا مناطق غرب الموصل. فشرهتنا على المسؤولين وخاصة مجلس محافظة نينوى والمحافظ، لحد الآن ما يوم مسؤول جاء وصل قال ودق بوبنا قال ايش عايزكم ما عايزكم. الإدارة تقدر تسويه سوته الإدارة، ولكن المسؤولين الكبار لازم يجينا دعم. وسع مقبل علينا الشتاء، الخيم تشققت، حتى إدامة للخيم ما قاعد يسوون. بالنسبة للنفط الأبيض، النفط الأبيض توزيعه قليل، ويقول لك الخيام الفرز ما ينطيها. شنو الخيام الفرز؟ قابل الخيام الفرز إذا عائلة 10 نفرات وقاعدين بخيمة من جسمين خيمتين، العائلة ذيش ما تريد صوبة. فهذا القرار لازم نطالب المحافظ أن يتدخل سريعا. وشغلات السلة الغذائية توزع شغلة عشوائية مو نظامية، وزارة الهجرة والمهجرين وأيادي الرحمة، العائلة اللي 15 نفر واللي نفرين يسلمونهم حصة واحدة 30 كيلو طحين يكفن 10 نفرات شهرين. فالناشد المسؤولين والناشد أعضاء البرلمان الجدد والحكومة الجديدة أن يزورون مخيمات الجدعة، خاصة المخيمات الجدعة والمدرج،